السلام عليكم جود جريد 5 جود، اهلا وسهلا بكم. جت معاكم دكتور محمود العسيلي قناه جود ساينسولوجي. ان شاء الله اكون معاكم السنه دي في جود جريد جود 5. سنه سعيده عليكم ان شاء الله. جود الستودنتس اللي بيتابعونا والبيرنتس او الماميز اللي بيتابعونا، نعرفكم سريعا بساينسولوجي. احنا كانت القناه كانت هدفنا على اليوتيوب الشباب والاولاد اللي ما بياخدوش برايفت ليسونز، وبالتالي احنا بنشرح هنا كل حاجه ان ديتيلز. هنتكلم في منهج جديد 5 في ليسونز لذيذه جدا. هنتكلم عن اللايت، عن الانرجي، هنتكلم عن الكالرز، هنتكلم في يونت 2 شويه عن السوليوشنز المحاليل، هنتكلم في اخر يونت 3 عن الانيمالز او الليفنج اورجانيزم. اوكي، نصيحتي ليكم يا شباب قبل ما نبدا، ده مهم جدا اللي احنا نذاكر الكلمات او نحفظ الفوكابلري بتاعنا كويس جدا قبل ما نخش نذاكر الليسون عشان نبقى عارفين احنا بنذاكر ايه. وطبعا محمود وعمر اللي بيسمعوني دلوقتي يظهروا لي كده في الكومنتات، عشان يا شباب انا بشوف حاجات غريبه جدا. في ناس بتخش وتبدا تذاكر الليسون وهي مش عارفه الفوكاب. طيب انت هتذاكر ازاي؟ بيقعدوا بقى محمود وعمر بقى سامعيني، بيقعدوا بقى ايه يذاكروا الليسون على هيئه طلاسم اكنهم بيذاكروا لغه هيروغليفيه فرعوني وبتاع او ياباني. طب ليه؟ تمام، نذاكر الفوكابلري بتاعنا الاول. دي اول ادفايس. النصيحه الثانيه يا شباب والمهمه جدا، تذاكر اول باول، تذاكر اول باول. تمام، هتيجي في اخر الترم تلاقي الدنيا تمام معاك. واوريكم دلوقتي حد من زمايلكم بيذاكر اول باول دايما، الليسون اللي بياخده بيروح يذاكره على طول. بصوا شكله عامل ازاي. تمام، ادي اهو الاستاذ سيد رجب. انتوا ايه ده؟ انا كنت سايبه حلو، هو ماله حصل له ايه؟ انتوا متخيلين ده كده كان بيذاكر كان بيذاكر الليسونز بتاعته اول باول وعامل اللي عليه ووقع كده في نهايه الترم. تخيل بقى انت بتسيب الليسنز بتاعتك وتيجي تقعد تذاكر في الاخر. فتاني يا شباب نذاكر اول باول عشان بجد ما يحصلش فيكم الشكل ده. ده اللي ذاكر، انت تخيل بقى اللي ما ذاكرش مش هيلاقي الناس دي تقف معاه، يعني هيقع لوحده. اوكي، فنذاكر اول باول، نحفظ الفوكاب بتاعنا كويس جدا. وان هنا وانا هنا معاكم ان شاء الله هتلاقوني بقول لكم فول ديتيلز وكاد الماميز اللي متابعين. هنعمل كمان غير الشرح ان شاء الله هنعمل اسئله كتير، هنحل اسئله كتير وهنحل جوه الاسئله البلاتفورم زي نجوى وكل الحاجات الاونلاين الموجوده. اوكي، تعالوا نبدا باول يونت معانا اللي هي الانرجي. بتتكلم عن الانرجي ليسون 1 جوه بارت 1. هنتكلم فيها عن اللايت. يعني ايه لايت يا شباب؟ هنعرف في اليونت دي او الليسون ده يعني ايه لايت. اللايت تمام بيتكون من ايه وهو ايه التايب اوف انرجي والكلام. طيب تعالوا سريعا بقى نبدا على طول في اللايت. طيب اللايت او اللايت انرجي يا شباب اللي هي الطاقه الضوئيه. طيب عشان نعرف او ندخل نعرف اللايت اصلا، فلازم نعرف يعني ايه الاول كلمه انرجي، او نفتكر يعني ايه كلمه انرجي. تعالى كده نفكر مع بعض. اما بيبقى احنا كده حد مننا تعبان وتيجي تقول له تعالى مثلا نروح مشوار، يقول لك لا انا تعبان انا ما عنديش طاقه اتحرك. اسمعوا دايما في الافلام في التمثيليات، او حد مننا يتعب يقول لك لا يا عم انا مش هاجي معاك انا ما عنديش طاقه اتحرك. تمام، واحد في يعني مننا تعبان او مثلا ما اكلش كويس، فبالتالي ما عندوش انرجي اللي هو يقوم ويتحرك، يقوم يروح السكول بتاعته، يقوم يروح يعمل شغل. فهنا عندنا الانرجي اللي هي الطاقه. معناها ايه؟ هي ability to do work. ability يعني القدره اللي انا اعمل work، او ما اروح المدرسه بتاعتي، او ما اروح السكول، او ما اروح الشغل بتاعي، او ما اروح الليسون. يبقى اول حاجه احنا عندنا كلمه energy طاقه، هي ability to do work or to make a change. طبيعي انا لو كان عندي الابيلتي اللي انا اعمل ورك يبقى اقدر اعمل تشينج. اعمل تشينج يعني اعمل تغيير، يعني اشيل حاجه من هنا اوديها هنا، هقوم اذاكر. تمام، هقوم البنات بقى اللي بتدخل المطبخ بعد الشر يعني هقوم اطبخ. يبقى انا هيبقى عندي الابيلتي اللي انا اوكي اعمل ورك او تو ميك تشينج. دي كده معناها كلمه انرجي. طيب احنا بناخد كلمه انرجي ليه؟ لان احنا هنتكلم عن اللايت انرجي، الطاقه الضوئيه. طيب هل احنا عندنا الانرجي هي اللايت انرجي بس، الطاقه الضوئيه بس؟ لا، احنا عندنا اكتر من فورم اوف انرجي. يبقى احنا عندنا there is a many forms of energy. ايه هم الميني فورمز اوف انرجي؟ اول حاجه يا شباب الساوند انرجي، الطاقه الصوتيه. الصوت اللي احنا بنسمعه ده عباره عن انرجي. وعندنا الكتريك انرجي، الطاقه الكهربائيه، الكهرباء اللي شغاله حوالينا دي عباره عن انرجي. والماجنتيك انرجي اللي هي الطاقه المغناطيسيه. تمام، ما تقلقوش من الالكتريك انرجي والماجنتيك انرجي، لان دول هناخدهم في ليسون 4 ليسون 3 وليسون 4 من يونت 1. اوكي، بس احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نعرف اللي احنا عندنا
got many forms of energy والاكزامبلز بتاعتهم، وبتيجي ساعات كومبليت او تشويز زي شباب كتير. يقول لك ايه هو الفورمز اوف انرجي؟ يبقى احنا هنقول له عندنا اربعه، عندنا ساوند انرجي، الكتريك انرجي الطاقه الكهربائيه، والماجنتيك انرجي بلس اللايت انرجي الطاقه الضوئيه، اللي هو اصلا هنتكلم عليه كل الليسن. اوكي طيب، تفتكروا يا شباب الانرجيز اللي احنا بنتكلم عليها، الطاقات اللي احنا بنتكلم عليها دي بنشوفها، يعني هل احنا الالكتريك انرجي الطاقه الكهربائيه احنا بنشوفها، احنا بنشوف الكهرباء وهي ماشيه في السلك جوه؟ لا. طيب الساوند انرجي، تعالوا كده نفكر في الساوند انرجي، احنا الطاقه الصوتيه الصوت ده احنا بنشوفه؟ لا، احنا بنسمعه بس ما بنشوفوش. يبقى معنى كده ان احنا ما بنشوفش الساوند انرجي، ما بنشوفش الالكتريك انرجي، وطبعا الطاقه المغناطيسيه ما نعرفها برضو ما بتتشافش. طيب تفتكروا اللايت انرجي الطاقه الضوئيه دي احنا بنشوفها ولا لا؟ اكيد ده اللايت، هو يعني من غيره احنا مش هنشوف اي حاجه، فبالتالي بنشوفه. هو ده بالظبط اللي بيقوله لنا. وبص يا شباب، احنا شغالين من كتاب المعاصر، وطبعا ده بناء على طلب الجماهير، يعني كل الناس عايزه كتاب المعاصر، وهو فعلا ذا بيست يعني، فاحنا شغالين منه كل حاجه سواء الشرح او الليسنز بتاعتنا. اوكي طيب، هيجي يقول لنا هنا ايه؟ ان اللايت بتاعنا ده one of forms of energy، قلنا له خلاص عارفين، يبقى كده اللايت هو واحد من اشكال او من صور الطاقه. طيب هل اللايت ده بنقدر نشوفه؟ ده السؤال اللي هو بيساله لنا، بيقول لنا do you think that all forms، بتقدر تشوفهم all forms of energy بنقدر نشوفهم؟ قلنا لا، مش كل ال forms of energy بنقدر نشوفهم. طيب مين بس اللي بنقدر نشوفه؟ اللايت انرجي هو the only form of energy that can be seen. يبقى اللايت انرجي الطاقه الضوئيه هي الوحيده اللي بنقدر نشوفها، بقيه الانرجيز بقيه الطاقات ما بنقدرش نشوفها. طيب هيقول لنا بقى حاجه مهمه جدا وبتيجي كتير في الاسئله، ان اللايت انرجي اللي احنا بنقدر نشوفه ده that can be seen هيدلعه، هيسميه اسم visible spectrum. visible spectrum، فيزيبل يا شباب يعني مرئي، وسبيكترم دي معناها طيف او لون. هتلاقوني كاتب لكم دايما الترجمه برضو عشان وانت بتتفرج حتى لو ما كنتش حافظ الكلمات كويس. يبقى احنا عندنا الفيزيبل سبيكترم دي هي عباره عن اللايت انرجي ذات كان بي سين، الطاقه الضوئيه اللي احنا بنقدر نشوفها سميناها او دلعناها، قلنا لها انت اسمك فيزيبل سبيكترم، زي انت كده ليك اسم وفي الناس بيندهولك باسم دلع او اسم شو. يبقى الفيزيبل سبيكترم يجي يقول لي الديفينيشن بتاعه هو عباره عن ايه؟ هو عبارة عن اللايت انرجي ذات كان بي سين. اوكي طيب احنا كده عرفنا ايه هي الطاقات اللي عندنا، عرفنا اللايت انرجي. تمام، تعالوا بقى نفكر مع بعض كده، ايه هي السورسز اوف لايت اللي عندنا، ايه هي مصادر الضوء اللي عندنا؟ نفكر مع بعض، هو اللايت ده جاي لنا منين يا شباب؟ احنا لما بنقوم من النوم كده صباح الخير صباح الفل، وبنبدا نخرج في الشارع، ايه اللي بنلاقي؟ الدنيا منوره. بنلاقي الدنيا منوره من ايه؟ من الصن. الصن هي اللي بتنور لنا الدنيا، الشمس. كلام جميل. وبعد كده نروح السكول والدروس وبتاع ونرجع، وبعد كده الشمس دي تبدا تروح، الدنيا تضل. طيب احنا كده ما بقاش عندنا اللايت او النور اللي كانت الشمس بتديه لنا، بنعمل ايه؟ بنبدا احنا نولع لامب في البيت، لمبه. اوكي، الكهرباء اللي عندنا في البيت. يبقى احنا كده عندنا السورسز اوف لايت الصن واللمبه الالكتريك لامب اللي في البيت. طيب نفترض بقى ان احنا كان حظنا فقر قوي، الدنيا ليلت، اوكي، وخلاص الشمس مشيت والكهرباء اللي عندنا قطعت. اوكي، يعني احنا ما بقاش عندنا صن والدنيا بالليل، فبالتالي ايه؟ لما الكهرباء قطعت بقت الدنيا ضلمه تماما. هنعمل ايه؟ طبعا كلنا نروح نجيب كشاف ونولعه، صح؟ اللي ما عندوش كشاف مثلا هيولع او هيجيب كاندل شمعه عشان يبقى عنده لايت عشان نقدر نشوف. يبقى كده السورسز اوف لايت يا شباب احنا عندنا اربعه سورسز اوف لايت. اول حاجه الصن، اوكي، تاني حاجه الالكتريك لامب، والالكتريك لامب ديت معناها اللمبه الكهربائيه، اللمبه اللي عندنا في البيت كلنا. طيب الالكتريك لامب الشمس قلنا مشيت، والالكتريك لامب لما الدنيا ليلت وشغلنا الالكتريك لامب جت الكهرباء قطعت، هنعمل ايه؟ هنروح نشغل حاجه من الاثنين، يا نشغل كشاف يا اما نشغل كاندل، اللي عنده كاندل هيشغلها شمعه. طيب او نشغل كشاف. الكشاف بقى يا شباب ده حاجه اسمها كيروسين لمبه، هو مش كشاف، اسمها لمبه الجاز او لمبه كيروسين. دي عاملة بالظبط زي الكشاف يعني، بس كان الناس زمان شوية بيستخدموها، ما كانش لسه عندهم كشاف وكده، كان بيستخدموا حاجة زي الكشاف وكان بيسموها كيروسين لامب، لمبة الجاز. طبعا أنا في الحقيقة مش عارف هم حاطينها لكم ليه في المنهج، أنتوا يعني ما شفتهاش ومش عارفينها، بس اللي منكم بيشوف أفلام قديمة أو بيشوف تمثيلية بتاعت ريا وسكينة هيلاقي الشكل ده، هي دي اسمها إلكتريك لامب، لمبة الجاز. بيحطوا هنا جاز، حاجة اسمها جاز،
بتحط حاجه اسمها بواجير برضو، كل الكلام ده انتوا مش عارفينه. المهم الجاز ده بيبقى فيه شريط وهو اللي ايه بيطلع لنا النور بتاعنا من هنا. طيب اوكي خلاص، يبقى احنا كده عرفنا السورسز اوف لايت، المصادر بتاعت اللايت ديت بتيجي منين، وقلنا اهمهم عندنا الصن. بص هيجي يقول لي هنا على الصن ايه، الصن بيقول لي it is the main source of light on the earth. الصن هي المصدر الاساسي للضوء على الارض، مهمه جدا وفي كومبليت كتير. او تشوز يقول لك تختار لي ايه هو المين سورس اوف لايت اون ذا ايرث، اوتوماتيك هتقول له على طول الصن، اكيد مش تقول له كاندل ولا الكتريك لامب ولا الكيروسين لامب. اوكي اوكي يا شباب، طيب انا حد فيكم بقى كده سامعه هو دلوقتي بيسمع الشرح ده يقول لنا طب الله انت ما قلتلناش ليه، انت قلت لنا الصن هي اللي بتطلع لنا لايت وما قلتلناش على المون، طب ما المون كمان احنا بنشوفه بالليل منور. طب ما ده سؤال حلو، ودي اهميه الساينس بقى يا شباب. بصوا انا يعني ان شاء الله هنبقى يعني في رحله مع بعض طول السنه، بس عايز اوصل لكم حاجه، ان اهميه الساينس هي مش ماده انت بتاخدها كده وخلاص زي اي ماده وهتنساها، لا، الساينس هتعرفك وتعلمك حاجات كتير جدا، وهتعرفك اسئله كتير جدا انت بتشوفها ومش لاقي لها اجابات في دماغك، وحتى ما تيجي تسال مثلا حد من صحابك، حد كبير بتاع، ممكن يكون كمان هو ما عندوش اجابات الحاجة اللي في دماغك. فالساينس هتعرفك كل الحاجات الغريبة اللي حواليك، هتخليك تشوف بعين جديدة، تمام، ايه الحاجات دي وتعرف ايه سببها. طيب نرجع للكلام بتاعنا، ليه انت قلت لنا الصن هو واحد من السورس اوف لايت بس ما قلتلناش المون، مع ان المون ده بينور. قلت لكم بقى بص يا شباب حاجة مهمة جدا، احنا عندنا المراية، اما بتقف انت قدام المراية بتشوف نفسك في المراية والنور منور، بس اول ما نطفي النور ما نشوفش نفسنا في المرايه. الله، طب ليه؟ طب ما هي المرايه دي، تمام، لو كانت المرايه دي بتطلع نور كنا شفنا، وكان النور ده بيطلع من المرايه نفسها كنا شفنا نفسنا في الضلمه عادي جدا، لو كانت المرايه هي اللي بتطلع نور. فمعنى كده ان المرايه ما بتطلعش نور، لا، ده المرايه هشوف نفسي فيها اما يكون ايه اللايت بتاعي شغال. طب ما فيش لايت، المرايه مش هتكون صورتي. المون طلع عامل زي المرايه بالظبط. المون بيعمل ايه؟ المون لو فيه لايت ينور لنا، مفيش لايت ما ينورش، يعني عامل زي المرايه. طب هو جايب اللايت بتاعه منين؟ بص يا شباب ادي عندنا الصن بتاعتنا وبتطلع لايت، اللايت بتاع الصن بيجري يروح عند المون، يجري يروح عند المون، يجري يروح عند المون، تمام؟ طيب وبعدين يخبط في المون، وبعد ما يخبط في المون يروح ايه؟ يعمل لنا حاجه اسمها ريفلاكت، يعني عكس، يجي لنا عند الارض، يعمل لنا حاجه اسمها ريفلكت يعني عكس، يعمل لنا حاجه اسمها ريفلكت يجي لنا عند الارض. هو ده بالظبط اللي بيحصل من المرايه، المرايه ما بتنورش، يعني المرايه هنا كانها مكان المون، وكانت الصن اكننا اللمبه بتاعتنا اللي احنا بننورها. اوكي، اللمبه بتروح مطلع اللايت بتاعها بتخبطه في المرايه، اللايت ده يروح عامل لنا حاجه اسمها انعكاس ينعكس، وتخلينا نشوف نفسنا في المرايه. هو ده اللي بيحصل مع المون بالظبط، المون اصلا مش بينور لكن هو بيرفلكت، كلمة ينعكس دي ريفلكت، عارفين يا شباب ينعكس دي ايه؟ زي ما يكون معاك كورة وتخبطها في الحيطة، الكورة ما تخبطها في الحيطة ترجع لك تاني، هو اللايت بيعمل كده بالظبط. يبقى تاني، احنا قلنا على المون هو مش بينور ليه؟ قلنا لان هو ما بيطلعش نور، ولكن هو اللايت اوف ذا سان بيجي يخبط فيه يعمل له حاجة اسمها ريفلكت، يعني ينعكس يجي لنا على الأرض، فاحنا نشوف ان المون ده كانت منور. عشان كده هيجي يجيب لنا سؤال مهم جدا وبيجي كتير، يجي يقول لنا ايه؟ ان المون is not considered as source of light، يعني ليه ما بنعتبرش not considered معناها لا يعتبر مصدر لللايت، source of light. هنقول له على طول الكلام اللي احنا قلناه، because it reflects sunlight، لان هو بيعكس لنا السانلايت، هو ما بيطلعش لايت، هو just اللي هو بيعكس السانلايت. when ايه؟ when that falls on its surface، اما السانلايت بيقع عليه. اوكي؟ يبقى تاني اما يجي يقول لنا السؤال ليه، اديني give reason ليه المون ما بيعتبرش is not considered as source of light، هنقول له because it could reflect the sunlight اللي بيقع عليه falls on its surface. اوكي كلير يا شباب؟ I think الكلام كده كلير، وزي ما انتم شايفين الليسون ايه سهل جدا. طيب تعالوا نكمل. احنا كده عرفنا يعني ايه كلمه light، عرفنا ان light ده energy، ويعني ايه light ويعني ايه visible energy ومين هم ال source of light. هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها properties of light، خصائص اللايت ده. معنى كلمه properties عشان بحس ان في ناس فيكم مش فاهمه، اما اجي اقول لك مثلا اوصف لي واحد صاحبك، اوصف لي مهند، اوصف لي منى، اوصف لي عمر، تقول لي ده طويل، ده قصير، ده ابيض، ده رفيع،
تفضل تقول لي شويه حاجات صفات فيه. معنى كلمه بروبرتيز هي صفات، فاحنا هنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نعرف اكتر عن اللايف. ففي حاجه اسمها بروبرتيز اوف لايف اللي هي صفات او خصائص اللايف، احنا دي اللي هنعرفها. هندرس في الليسون ده 5 بروبرتيز اوف لايف. اول واحده فيهم هي ان اللايف بتاعنا ترافلنج، هم بيقولوا لنا كده ان اللايف ترافلنج ان ستريت لاين، ان اللايف ده بيمشي ان ستريت لاين. يبقى تاني اول بروبرتي عندنا هو بيقولها لنا دلوقتي ان اللايت بيمشي ان ستريت لاين. يعني ايه اللايت بيمشي ان ستريت لاين؟ طيب تعالوا نبص وايه نفكر مع بعض كده القصه بتاعت الستريت لاين. لو انا وانت كنا واقفين هنا، اوكي احنا واقفين اهو وشعرين عندنا شعريتين بس والدنيا جميله، وجينا قدامنا حيطه قعدنا نمشي 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 لغايه ما وصلنا على الحيطه. اوكي الوول ده اما وصلنا له هنعمل ايه؟ احنا اوتوماتيك كده من نفسها من غير ما نفكر هنعمل ايه؟ يا هناخد يمين ونمشي نكمل نلف من حوالين الول ده ونبدا نكمل طريقنا عادي، يا اما هناخد شمال ونلف برضه حوالين الول ده ونكمل عادي، مش قصه يعني مشينا لقينا عربيه قدامنا هنخبط فيها، لا هناخد يا يمين يا شمال ونحود ونكمل، ده الطبيعي بتاعنا احنا كبني ادمين. طيب اللايت بقى يا شباب لقوا اللي هو بيعمل كانت حاجه غريبه جدا. ادي اللايت بتاعنا ماشي، يفضل ماشي 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 لغايه اما يروح اكت للول. هل هيعمل زينا وياخد حته يمين او سنه شمال ويحود ويكمل لغايه يمشي ورا الول؟ لو ان اللايت لا، اللايت ما بيعرفش يعدي من الول. ليه؟ لان اللايت ده ماشي ان ستريت لاين، ماشي ان ستريت لاين، هو ما بيمشيش غير في ستريت لاين، ملوش في السكه البطال، ما بيمشيش غير في ستريت لاين. طب وبعدين بعد ما بيمشي في ستريت لاين، ما بيمشي كده في ستريت لاين، اول ما يلاقي حاجه يوقفه يروح راجع تاني، اول ما يلاقي حاجه يوقفه يروح راجع تاني، اول ما تلاقي حاجه يوقفه يروح راجع تاني، اول ما تلاقي حاجه يوقفه يروح راجع تاني. لو تفتكر كلمه راجع تاني دي احنا بنسميها عندنا هنا زي ما حصلت في البون اسمها ريفلاكت، يعني ينعكس. يبقى اللايت بيمشي ان ستريت لاين لغايه ما يلاقي حاجه يخبط فيها يحصل له ريفلاكت يرجع تاني زي ما حصل مع المون والصن بالظبط. طيب احنا كده عرفنا ان اللايت ده بيمشي ان ستريت لاين. في سؤال بقى مهم جدا، احنا بنشوف ازاي؟ احنا يا شباب بنشوف ازاي؟ يعني هل احنا عينينا بتطلع نور فنشوف الحاجات اللي حوالينا بسبب اللي عينينا بتطلع نور؟ ده كده سؤال مهم جدا. ولا هل الحاجات اللي حوالينا بتطلع نور فبتخلينا نشوفها؟ ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ بص يا شباب، زمان قوي قوي كانوا الناس بتفتكر اللي هم عينيهم بتطلع نور، فالنور اللي بيطلع من عينيهم ده بيقع على الاوبجكتس اللي حواليهم فيخلوها يشوفوا. ما عارف انتوا ازاي بالظبط الفلتر اللي في التيك توك والابلكيشنز بتاعتنا، ان الفلتر اللي هو عينينا بتطلع نور ده. وبعد كده اكتشفوا مع الوقت ايه؟ ان الدنيا ما بتليل او الدنيا ما بتظلم ما بنشوفش حاجه. طب ما احنا لو عينينا بتطلع نور يبقى كنا هنشوف في الضلمه عادي، لان عينينا اصلا بتطلع نور، فما كانش هيفرق معانا لو الدنيا ضلمه كنا هنشوف برضه. فقالوا لا، يبقى كده الكلام ده غلط، احنا كده عيننا مش بتطلع نور. امال كانت ايه الحكايه؟ احنا بنشوف ازاي دام عيننا مش بتطلع نور؟ قالوا لا، ده احنا بنشوف بسبب حاجه مهمه جدا احنا كنا بنحكي فيها دلوقتي اللايت بيعملها. مين؟ اللايت. قال لك اه اللايت. اللايت دلوقتي بيمشي ان ستريت لاين، جه خبط في حاجه، قلنا هيعمل ايه؟ يعمل ريفلكت. اللايت جه مشي في ستريت لاين، خبط في حاجه، يروح عامل ايه؟ يروح عامل ريفلكت ان ستريت لاين برضه. قال لك بسبب قصه الريفلكت دي، بسبب قصة الانعكاس اللي بيعملها اللايت دي، احنا بنشوف الحاجات اللي حوالينا. ازاي؟ قال لك تعالى نشوف مع زميلنا. احنا عندنا مين دلوقتي؟ عندنا الراجل ده واقف وبيبص على مين؟ بيبص على الاوبجكت ده. اوكي اللايت ادي الصم بتاعتنا وبتطلع لايت، ادي اللايت دي، اللايت قلنا بيمشي ان ستريت لاين، مش ان ستريت لاين، خبط في مين؟ خبط في الاوبجكت ده، يحصل له ايه؟ يحصل له ريفلكت. اما يحصل ريفلكت بتاع اللايت يجي يروح رايح عند عين تمام زميلنا اللي معانا ده فيبدا يشوف. يبقى احنا هنا بنشوف السبب اللي احنا بنشوف الحاجات اللي حوالينا، ان اللايت اللي بيطلع من الصن او من اي سورس اوف لايت اي مصدر بيجي يخبط في الاوبجكتس بتاعتنا وبعد كده يحصل له ريفلكت يجي عند عينينا فنشوف. شفتوا بقى القصه بتاعت اللايت والريفلكت اللي هو بيعملها ده السبب اللي احنا بنشوف. تعالوا نشوف زميلنا تاني. ادي اول حاجه السورس اوف لايت الصن، بعد كده مشي تمام جه خبط تمام في الاوبجكت بدا يحصل له انعكاس رايح له. طيب وبعدين هيروح عند عينيه يبدا يخليه يشوف. اوكي نشوفها تاني كده سريعا. سان لايت طالع تمام، خبط في عينيه خليه يشوف تاني. سان لايت
خرج حصل الريفلكت خلاه يشوف. طيب نقول الكلام اللي احنا قلناه كده ذكاءات سريعا. احنا عرفنا يعني ايه لايت، عرفنا يعني ايه لايت انرجي، انواع الانرجي. ذكاءات المون عرفناه ليه هو ذكاءات مش نوت كونسيدرد ات سورس اوف لايت. بعد كده دخلنا بنتكلم دلوقتي في حاجه اسمها بروبرتيز اوف لايت. اول حاجه قلنا ان اللايت ده بيمشي ان ستريت لاين، ونتيجه اللي هو بيمشي ان ستريت لاين فبيروح يخبط في اي اوبجكت وبعد كده يحصل ريفلكت قاعد على عينينا فيخلينا نشوف. طيب ده كلام جميل قوي. تعالوا بقى ايه نعمل التجربه، تمام، ونشوف الكلام ده صح ولا. بص بقى حلاوه الساينس برضه يا شباب، اما في اي حاجه بتقف قدامها يعني احنا بص هنقول له احنا مش فاهمين احنا مش حاسينك، اول ما اي حاجه بتقف قدامنا بنروح رايحين عاملين اكتيفيتي او تجربه نشوف الكلام ده صح ولا لا. التجربه ديت ايه هنعملها ليه؟ هنعملها عشان نثبت ان اللايت بتاعنا ترافلنج ان ستريت لاين. يبقى احنا عايزين نثبت ان اللايت ترافل ان ستريت لاين. كلمه ترافلنج او بروباجيشن عشان الناس ما بتحفظش الكلمات الجميله معناها ان الضوء بينتشر او ينتقل ان ستريت لاين. يعني ترافل او بروباجيشن معناها بيمشي يعني بيتحرك او ينتقل. طيب الاكتيفيتي طبعا ديت كلها علينا قرايه، احنا ما بنحفظش اكتيفيتي، هقول لكم تعرفوا فيها ايه. المهم يا شباب راح جاب ايه؟ راح جاب ثلاثه كارد زي دول، زي الكارد بتاعت الكوتشينه اللي احنا بنلعب بيها يا شباب. اوكي؟ بيسميها هنا في الساينس بيسميها بارتيشنز او سكرينز، معناها حائل يعني زي الكاردز بتاعت الكوتشينه بالظبط. المهم وعمل في كل كارد منهم هول فتحه، عمل في الكارد ده هول والكارد ده هول، كل كارد منهم عمل فتحه. اوكي، وبعدين راح جاي حاطط سورس اوف لايت زي الكاندل، وراح جاي باصص من هنا ونشوف اللايت، هنشوف وعايز يشوف اللايت هيشوف يعني احنا لو وقفنا هنا هنشوف اللايت ولا لا. اوكي، خلي في بالك بقى اللي هو عمل حاجه مهمه جدا، حط الثلاثه كاردز دول ورا بعض بالظبط وكل واحده فيهم قلنا فيها هول. طيب تعالوا كده نمشي مع اللايت نشوف اللايت ده هيبان للراجل ولا لا. ادي اللايت طالع منين؟ من الكاندل، هيفضل ماشي يعدي يقابل اول هول يعدي منها، بعد كده يفضل ماشي يقابل ثاني هول فيعدي منها، تمام، يفضل ماشي يقابل ثالث هول فيعدي منها، ده راح عند عين الراجل، فكده الراجل ايه شافه فعلا. يعني معنى كده ان اللايت بيمشي ان ستريت لاين. طب تعالوا نشوف في المرة التانية، بص المرة التانية هيعمل ايه؟ هوريكم الاكتيفيتي دي دلوقتي عملي في فيديو. مش احنا هنا التلاتة كنا حاطينهم ورا بعض؟ هيروح جاي عند نمبر 2 ديت وشايلها جايبها يمين شوية أو شمال شوية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هيحركها سنة يمين أو سنة شمال. طيب وبعدين تعالوا نشوف اللايت هيعمل ايه؟ أدي اللايت طالع من الكاندل، لقى أول هول تمام قدامه، عدى منها وعدى منها، جه راح عند التاني، لا اللي احنا بسبب اللي احنا حركناها ما عرفش يعدي، لا ما فيش هول يعدي منها، وهو احنا عارفين اللي هو بيمشي ان ستريت لاين، يروح عامل ايه؟ يروح راجع تاني. تعالوا نشوفها عملي بسرعه ونرجع. بص يا شباب ادي الراجل جايب ثلاثه بلاي كاردز زي ما احنا قلنا، او مثلا جراب موبايل او اي حاجه، وكل واحد دول في البلاي كاردز دي حاطط فيه هول حاطط فيه هول حاطط فيه هول، والثلاثه هول دول موقفهم ورا بعض. عملي لو تلاحظ هو جاب هنا ليزر لايت اهو، وراح مشغل الليزر لايت وراح لقى ان الليزر لايت عدى من الثلاث فتحات عشان واقفين ورا بعض، وزي ما انت شايف ادي اللايت بان لنا هنا. طيب تعال نشوف في المره الثانيه اما حرك واحده منهم هيحركها ازاي. بص هنا عمل ايه؟ حرك نمبر 2 الكارد نمبر 2 ديت خلاه بعيد، خلاه مش ماشي في نفس الاتجاه، يعني الثلاثه هولز مش ورا بعض. جه اللايت طلع من الليزر مشي عدى من اول فتحه، بعد كده جه هنا ما لقاش الفتحه الثانيه. طبعا ايه انا هعملها لكم ستريت لاين. ادي اللايت بتاعنا جه عدى من الفتحه الاولى جه فكانت ما لقاش الهول. بص الهول هنا اهي صح، هو هنا ايه ما لقاش الهول فما عرفش يعدي، يعمل ايه؟ يروح حاصل له ريفلكشن اللي احنا ايه بنقول عليه. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا بالاكتيفيتي دي ان اللايت بتاعنا بيترافل ان ستريت لاين. ده اللي احنا دايما بنبقى محتاجين سوري يا شباب ثواني. الكونكلوجن او الانفيرنس اللي هي معناها كلمه استنتاج او الخلاصه، يعني ده دايما اللي احنا بنحتاج اللي احنا نعرفه من اي اكتيفيتي. الكونكلوجن بيقول لنا ايه؟ او ده اللي هنحفظه يعني الباقي كله قريب، ان اللايت بتاعنا ترافلز او بروباجيتس ان ستريت لاين. يبقى احنا كده قدرنا نعمل بروف نثبت ان اللايت بتاعنا بروباجيتس او ترافلز بيمشي بيسافر بينتقل بينتشر قولها زي ما انت عايز تقولها اكت ان ستريت لاين في خطوط مستقيمه. خلاص اثبتناها وبيجي الاكتيفيتي. طيب تعالوا بقى نقول حاجه مهمه جدا، هندخل في حته جميله قوي. بص يا اولاد هم لقوا ان كنتيجه as a result of traveling of light in a straight line، بسبب ان اللايت بتاعنا بيمشي in straight line
هيبدأ يحصل حاجة اسمها فينومينا. فينومينا ديت بالعربي معناها ظاهرة أو حدث، ما يهمناش بالعربي قوي، يهمنا نعرف يعني إيه كلمة فينومينا، عشان بشوف منكم ناس غريبة برضو جدا. يعني إيه فينومينا يا شباب؟ فينومينا ديت معناها ظاهرة أو حدث. يعني إيه ظاهرة أو حدث؟ يعني لو قلت لك إن أنا طولي 2 متر، فبسبب إن أنا طويل قوي أما أجي بدخل من أي باب بوطي شوية، أوكي، وبسبب إن أنا طويل قوي ممكن أخبط في أي حاجة وأنا ماشي، أخبط في المروحة، أخبط في أي حاجة طويلة، صح؟ يبقى هنا بسبب اللي انا طويل حصل اللي انا مش عارف ادخل من باب لازم اوطي. هي ديت معنى كلمه فينومنا، اللي هي ظاهره او حدث بتحصل كنتيجه لحاجه معينه، نتيجه اللي انا طويل فبوطي وانا داخل الباب. اوكي، فهم هنا بالظبط هنتكلم على اللايت كده، نتيجه ان اللايت ده بيترافل ان ستريت لاين هيحصل فينومنا، هيحصل حدث. ايه بقى الحدث ده؟ كانت الاثنين دول وهنشوفهم مع بعض دلوقتي. اول حاجه، لو ان اللايت بتاعنا كان بيعمل فورميشن اوف ايمجز ثرو نارو هول، يعني ايه؟ يعني بتكون صوره من خلال النارو هول، الفتحات الصغيره. مش من شويه كنا احنا شفنا ان اللايت في السلايد دي، ان اللايت بتاعنا عدى من الفتحات دي، صح؟ فكانت اهو بيقول لنا بقى ان هتحصل حاجه، ايه؟ هيحصل تكوين صوره، ان الصوره بتتكون فورميشن اوف ايمج من خلال النارو هول دي، من خلال الفتحات الصغيره. هنشوفها دلوقتي. تاني حاجه، فورميشن اوف ايمج اللي هو تكوين الظل، هنشوفهم الاثنين. طيب قلنا له مش مصدقينك ومش فاهمين يعني ايه فورميشن اوف ايمج، ان الايمج او الصوره بتتكون من خلال النارو هول. قال تعالى نعمل اكتيفيتي، اللي بيني وبينك اكتيفيتي. طب تعال نعمل اكتيفيتي، هنعمل اللعبه دي. ايه اللعبه دي؟ هنجيب الشكل ده، دي عباره عن كرتون كده، كانت كيوب اهو، هو هيحط تاني كيوب تاني بالشكل ده. اوكي، حط الاثنين دول جنب بعض، وهيجي في السايد ده، في الحته دي يا شباب، هيروح عامل نارو هول. مش انت هو بيقول لنا انتوا عايزين تثبتوا ان اللايت الضوء بيعدي من النارو هول، راح عامل الفتحه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي اللي هي النارو هول. اوكي، وساب السايد التاني ده مفتوح عشان هنبص عليه نشوف فيه صوره ولا لا، وممكن بدل ما يكون مفتوح نحط عليه اي ورقه شفافه، سيمي ترانسبيرنت بيبر. سيمي ترانسبيرنت بيبر معناها ورقه شفافه. طيب وبعدين؟ يعني قال هناخد بقى الديفايس ده، او هناخد اللعبه اللي احنا عملناها دي، ونروح نبص عليها، نبص بيها على اي حاجه. فعلا خدنا الجهاز بتاعنا ورحنا بصينا بيه على الفليم، ادي الفليم، ادي الكاندل، وادي احنا واقفين هنا، وتعالوا نشوف، هنشوف صوره ولا لا. لقينا اللي احنا فيه فعلا صوره اتكونت، بس في حاجه غريبه في الصوره. الايمج اللي اتكونت، ركزوا معايا يا شباب، الايمج اللي اتكونت، شايفين هنا الفليم بتاع الكاندل، الشعله بتاعت الكاندل لفوق، صح؟ الفليم بتاعت الكاندل هنا لتحت، الصوره مقلوبه. ده شغل عفاريت. تاني بصوا، الفليم بتاعت الكاندل هنا لفوق، والفليم بتاعت الكاندل هنا، او الكاندل كلها هنا لتحت. اه ده كده في شغل عفاريت، ده الصوره اتكونت بالمقلوب. تعالوا نشوف تاني حاجه تانيه. خدنا الجهاز اللي احنا عملناه او اللعبه اللي احنا عملناها، ورحنا بصينا تمام على شجره، ادي الشجره بتاعتنا. اوكي، وادي الصوره، ادي الشجره بتاعتنا، وادي الصوره اللي اتكونت. بص الصوره عامله ازاي، الصوره مقلوبه، الشجره اهي واقفه معدوله، الصوره هنا مقلوبه. اه يبقى هو يا شباب بيعمل لنا التجربه دلوقتي دي عشان يثبت ان اللايت بيمشي ان ستريت لاين من خلال الفتحات الصغيره اللي هي اسمها ثرو هول، نارو هول. فلقينا الصوره بتتكون مقلوبه. طب تعالوا بقى نعرف القصه دي ليه. بص يا شباب، احنا متفقين ان اللايت بيمشي ان ستريت لاين. طيب فلو عندنا مثلا الصن او اي سورس اوف لايت، لمبه او اي حاجه، ومطلع لنا ايه؟ مطلع لنا لايت، ادي اللايت هيمشي، يروح يخبط في مين؟ يروح يخبط في الشجره. قلنا بعد ما بيخبط في اي اوبجكت يحصل له ايه؟ يحصل له ريفلكت. سامعك يا اللي قلت ريفلكت، شاطر، ينعكس. يعني وبعدين هيبدا ينعكس، يمشي 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 لغايه ما يروح عند النارو هول دي. مش احنا اللعبه اللي عاملينها كان فيها نارو هول؟ هيبدا يروح يقف عند النارو هول، يكمل ولا ما يكملش؟ يكمل، لان هو لقى فتحه اللي هي النارو هول، يعدي منها، هيكمل ويروح ماشي، يمشي 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 ويجي يقف هنا. اه بص يا شباب، اللايت اما مشي من التوب اوف ذا تري، من الشجره من فوق، قعد ماشي وعدى من النارو هول لغايه ما نزل لتحت، يعني الجزء اللي فوق بتاع الشجره تمام بقى موجود تحت بسبب ان اللايت ماشي ان ستريت لاين وعدى من النارو هول دي. طب تاني نعملها تاني، تعالوا نشوف على تحت. اللايت عندنا اهو، اوكي، وهيمشي ان ستريت لاين، يروح فين؟ يروح تحت. اوكي، وبعدين يحصل له ريفلكت، الريفلكت بتاع اللايت ده يفضل ماشي ماشي لغايه ما يروح يوصل عند ايه؟ عند النارو هول، الفتحه الصغيره اللي احنا عاملينها. يكمل ولا ما يكملش؟ اه يكمل. طب ما يكمل، يكمل ان ستريت لاين ولا يمشي يمين او شمال؟ هو ما بيعرفش يمشي يمين او شمال، هيكمل ستريت لاين. طب تعالوا نشوف اما يكمل ستريت لاين، هيفضل ماشي ماشي ماشي
ها ده البوتوم اوف ذا تري، القاع بتاع الشجره بقى عندي فوق، اتكون فوق. يعني معنى كده اللي فوق ظهر تحت واللي تحت ظهر فوق. الكلام ده كله ايه؟ الكلام ده كله بسبب ان اللايت بيترافلز، بيمشي ان ستريت لاين. يبقى احنا عرفنا كده اول حاجه ان اللايت بتاعنا بيمشي ان ستريت لاين خلال النارو هولز اللي هي دي، خلال الفتحات الصغيره. ولقينا حاجه غريبه، ان اللايت اما بيمشي ان ستريت لاين بيكون لنا صوره، والصوره دي بتبقى ايه؟ الصوره دي زي ما انتم شايفين بتبقى انفيرتد، مقلوبه. معنى كلمه مقلوبه انفيرتد. وكمان ملاحظه ثانيه يا شباب، مش الصوره هنا كانت كبيره؟ بص هنا الصوره قد ايه؟ هل الصوره دي قد الصوره دي؟ لا طبعا، الصوره دي صغيره. اوكي؟ طب تعالوا نشوف بقى هو بيقول لنا ايه، وهنشوفها دلوقتي برضو ايه يا جدعان. الاوبزرفيشن بتاعت الاكتيفيتي دي ان الصوره اللي اتكونت صوره مينيمايز صغيره وانفيرتد مقلوبه. ده الكلام اللي احنا قلناه، ان الصوره مينيمايز وانفيرتد. طيب يبقى الكونكلوجن بتاعنا، قلنا المهم بالنسبه لنا في اي اكتيفيتي ايه؟ الفورميشن اوف ايمج ثرو نارو هولز، تكوين الصوره خلال النارو هولز، ده بيكون بسبب due to traveling of light in straight line، بسبب ان اللايت بتاعنا بيمشي in straight line. لو جاب لنا السؤال ده بيجيبه لنا على give reason، يقول لنا ايه formation، give reason، قول لي ليه formation of images through narrow hole، ليه بيتكون صوره من خلال الفتحات الصغيره قوي دي؟ هنقول له بسبب ان اللايت travel in straight line. طيب انتوا عارفين يا شباب ديت فكره ايه؟ وبيجي برضه ساعات يسالكم عليها الاكتيفيتي اللي احنا عملناها ديت، فكره الكاميرا اللي مننا عنده فوتوغرافيك كاميرا، كاميرا التصوير. الكاميرا اللي بتصور بالطريقه دي، او بلاش الكاميرا العاديه اللي ما عندوش كاميرا، اقلب كده تمام، وقف الموبايل بتاعك، وقف الفيديو واقلب الموبايل وبص على الموبايل، هتلاقي الموبايل الكاميرا بتاعته، اللينسز، العدسه بتاعت الموبايل، بتاعت كاميرا الموبايل، فيها فتحه صغيره قوي اكنها فتحه معموله بدبوس. هي دي النار هول، ما معنى كلمة نار هول هي الفتحة الصغيرة قوي دي. اقلب الموبايل وبص كده على الكاميرا بتاعت الموبايل، هتلاقي الكاميرا معمولة أكنها فيها خرم من الآخر، تمام؟ خرم احنا عاملينه بدبوس. فالفكرة اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت formation of images through narrow holes دي it's idea of photographic camera، دي فكرة الايه، الكاميرا التصوير. وساعات يقول لنا بدل ما يقول لنا اللي اسمها idea of photographic camera يقول لك pin hole، هي idea of pin hole camera. pin hole معناها ايه؟ معناها كانت فتحة، كانت معمولة بدبوس، فتحة دبوس. اوكي خلاص. طيب احنا دلوقتي كانت وصلنا حاجة جميلة جدا، اللي احنا كانت فهمنا وعرفنا كانت ان اللايت كانت بيمشي ان ستريت لاين، واثبتناها باكتيفيتي. طيب تعالوا بقى نشوف اخر حاجة، كانت لو كانت احنا قاعدين كده والنور قطع اوريدي، هنعمل ايه؟ هنروح حاجات اللي عنده كشاف يشغله، اللي عنده شمعة، انا لقيت شمعة. اوكي فهنجيب الكاندل دي ونبدأ ايه نشغلها، وبنلاقي حاجة يا جماعة بتحصل أما النور بيقطع ونشغل الكاندل أو الكشاف، بنلاقي اللي إحنا بيتكون لنا كانت حاجة اسمها ظل أو شادو، أو بيتكون منطقة سودة كده أما نرفع إيدينا. طبعا إحنا بقى بنقعد نزيط ونقعد إيه نلعب ونقعد نعمل الأشكال دي، في ناس بتعمل أشكال اللي هي من شكل كلب واللي هي من شكل حمامة زي ما الراجل ده عامل والكلام ده. طيب هي ليه المنطقة السودة دي اتكونت؟ ليه الداركن إيريا دي اتكونت واسمها إيه؟ هي اسمها شادو، ظل، بس ليه اتكونت؟ طيب تعالوا نشوف الحكايه دي مع بعض. احنا اول حاجه متفقين ان اللايت بيمشي ايه؟ ان ستريت لاين ولا كيرفد لاين؟ خلاص عارفين اللايت بيمشي ان ستريت لاين، يبقى معنى كده اللايت ده هيطلع منين؟ هيطلع من الكاندل، يمشي يروح رايح واقف عند ايدينا، صح؟ يكمل ولا يحصل له ايه؟ لا ضيق. يكمل ولا ما يكملش؟ قلنا الراجل ده ما بيعرفش يمشي غير ستريت لاين. طب راح لقى حاجه خبط فيها، قال لك يرجع يحصل له ريفلكس، ماشي يطلع لايت تاني، يروح يخبط في ايديا، وبعدين ما عرفش يعدي يحصل له ريفلكس، وبعدين لايت تالت ما عرفش يعدي يحصل له ريفلكس، لايت رابع ما عرفش يعدي يحصل له ريفلكس، لايت تاني ما عرفش يعدي يحصل له ريفلكس. زي ما انتم شايفين ان اللايت عمال يحصل له ايه، عمال يمشي اللايت يا شباب، عمال يمشي تمام، وكل ما يمشي يلاقي ايديا قدامه يروح راجع تاني مش عارف يعدي. بسبب القصه دي اتكونت لنا الداركن اريا دي، اللي هي ايه؟ المنطقه السوداء دي، ان اللايت كانت مش عارف يعدي من ايديا، عشان ايديا ما بتعديش الضوء. ولو حطينا اي حاجه تانية، حطينا مثلا كتاب، كشكول، موبايل، اي حاجه هنحطها قدام اللايت، اللايت مش هيعرف يعدي منها عشان هو بيمشي ان ستريت لاين، مش عارف يعدي يمشي شمال او يمين. فبالتالي يكون لنا القصه اللي احنا اتكلمنا عليها، المنطقه السوداء دي اللي هي اسمها شادو. طيب تعالوا نفكر مع بعض، الشادو هنا اتكون ليه؟ ايه اللي حصل عشان الشادو يتكون؟ رقم واحد ان ايه، كان عندنا سورس اوف لايت زي السمعه، صح؟
رقم اتنين عندنا حاجة زي ايديا او الكتاب او الموبايل او الكراسة، اي حاجة ما بتعديش اللايت، صح؟ يبقى عندنا لايت، اوكي، سورس اوف لايت زي الشمعة، وعندنا اوبجكت، الاوبجكت ده ما بيعديش اللايت، اللايت يجي يخبط فيه ويحصل له ريفلكت، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الديفينيشن ونشوف ايه الكلام ده. فورميشن اوف شادو، تكوين الشادو، وبيقول لنا ايه هو الديفينيشن اوف شادو، بيقول لنا ايه اتس ا داركن اريا، هو عباره عن منطقه سوداء، قلنا عارفين، بيقول لنا اللي هي اتكونت از ا ريزلت اوف، بسبب فولينج اوف لايت، ان الضوء تمام سقط على ايه، على اوبيك اوبجكت. ايه بقى الاوبيك اوبجكت ده؟ الاوبيك اوبجكت ده هو ايديا، وبيسموه كلمه اوبيك اوبجكت معناها اللي هو جسم معتم، يعني جسم ما بيعديش الضوء. هو يا شباب انا ايديا تمام، لما يجي فيها الضوء هيعدي، لا اما احطه قدام اللايت بوك نوت بوك مثلا او بوك او اي حاجه، هتعدي اللايت؟ لا مش هتعدي اللايت، يبقى خلاص بقى ده اسمه ايه، اي حاجه ما بتعديش اللايت اسمها اوبيك اوبجكت، وديت هنعرفها في الليسون الجاي. اوبيك اوبجكت يعني جسم معتم ما بيعديش اللايت. يبقى تاني الديفينيشن اوف شادو، عشان من الحاجات المهمه ايه هو الشادو. الشادو ديت عباره عن الداركن اريا، المنطقه المظلمه. اوكي، جت منين؟ جت ريزلت اوف فولينج اوف لايت، سقوط اللايت على اوبيك اوبجكت. اوكي طيب تعالوا نشوف حاجه جت مهمه في اللايت، في الشادو، وهنشوفها برضو. هنشوف التو اكتيفيتيز بقى مع بعض، بتوع الفورميشن اوف ايمج والشادو. بص يا شباب، ادي عندنا اهو كشاف او تورش، وعندنا حطيت ايدي قدامه، يعمل لي اوتوماتيك شادو. نفس الكلام، ادي كشاف وحطيت قدامي هاند، يعمل لي شادو. طيب ده كلام جميل، بس هنا في تو نوتس مهمين عايزين نعرفهم. لو انتم ملاحظين، انا هنا حاطط الهاند كانت بالنسبه ايه، الهاند بتاعتي اللي هو الاوبيك اوبجكت بالنسبه للسورس اوف لايت، قريبين الاثنين من بعض. طيب وهنا حاطط الهاند بتاعتي بالنسبه للسورس اوف لايت، الاثنين بعيده عن بعض، تمام. تعال نشوف الشادو في الحالتين، اما كان الايدي قريبه من السورس اوف لايت، الشادو بتاعي اتكون كبير. اما كانت ايدي بعيده عن السورس اوف لايت، الشادو اتكون صغير. يبقى هنا عندنا كانت في تو نوتس مهمين جدا. اول حاجه الشادو اريا بتاعتنا دي تمام بتتغير، الشادو اريا بتتغير عن طريق تشينجينج بوزيشن اوف مين، الحاجتين اللي هم كانوا اصلا السبب اوف شادو. هو الشادو اتكون ليه؟ الشادو اتكون بسبب الاوبجكت اللي هو الاوبيك اوبجكت ايدي والسورس اوف لايت، الاثنين دول لو واحد فيهم مش موجود مش هيكون شادو، صح؟ تمام. يبقى بنقول ان الشادو اريا بيحصل لها تشينج امتى؟ باي تشينجينج ذا بوزيشن اوف حاجتين، اوبجكت، الثاني لايت سورس. اوكي، الحاجتين دول بالنسبه لبعض، يعني هو بيقول لنا هنا ايه تشينجينج بوزيشن الاوبجكت ويز ريسبكت تو، معناها بالنسبه لمين؟ للايت سورس. طيب دي كده النوت الاولانيه، ان الشادو اريا بتتغير تمام اما يتغير ايه، اما يتغير الاوبجكت ويز ريسبكت تو البوزيشن بتاع الاوبجكت ويز ريسبكت تو البوزيشن اوف لايت سورس. طيب الحاجه الثانيه، ان قلنا الاوبجكت كل ما يكون قريب، كل ما يكون الاوبيك اوبجكت ده قريب من اللايت سورس، كل ما يكون الشادو كبير. هو ده اللي بيقوله لنا، نيرر اوبجكت تو ذا لايت سورس، كل ما يكون الاوبجكت قريب من اللايت سورس يديني ايه، يديني بيجر شادو. طيب لو عايزين نقول عكس الجمله دي، يبقى هنقول ايه اللي هو المثال الثاني ده بقى تمام، الفارزر تمام، هنقول له ايه، فارزر اوبجكت تو ذا لايت سورس، يعني لو الاوبجكت بتاعي بعيد عن اللايت سورس يبقى فارزر اوبجكت، بدل نيرر ديت هنشيلها نحط فارزر، يعني البعيد. Farther object to the light source has bigger shadow ولا smaller shadow؟ هنقول له لا طبعا هيبقى smaller shadow، قدامنا اهو بقى smaller shadow. اوكي، اما يجي يقول لنا give reason، وهنشوف الاكتيفيتي دي دلوقتي. اما يجي يقول لنا give reason ان ال shadow got on an opaque body is formed when light falls on it. ليه ال shadow بيتكون اما ال shadow بتاع ال opaque body اللي هو الجسم المعتم بيتكون اما الضوء اللايت بتاعنا يقع عليه؟ هنقول له بسبب ان اللايت ترافل ان ستريت لاين، ده بسبب ان اللايت بتاعنا ترافلز ان ستريت لاين. تعالوا بقى نشوف الاثنين اكتيفيتي دول عملي، ويبقى احنا كده ايه نخلص. بصوا يا شباب، دي الاكتيفيتي بتاعت الجيم اللي احنا كنا عايزين نثبت ان فورميشن اوف ايمج، الصوره بتتكون نتيجه ان اللايت بيمشي ثرو نار هولز، فتحات صغيره. اهو راح عمل، هو هنا كان بيعمل عمل الجهاز بتاعنا. بصوا بقى هنا، وهو راح بص على الكاندل، لو انتم ملاحظين الكاندل هنا الجزء اللي انا واقف عليه ده، الكاندل باينه مقلوبه. سوري يا شباب استنى، ماشي، الكاندل هنا باينه مقلوبه، بص الفليم باين مقلوبه اهو،
دي حاجة واقعية. بص لما يجي برضو هنا راح وبص، راح وبيبص على على شجرة بره، بص لاحظنا ايه، السماء بقت تحت والشجرة فوق. تاني هعيد لكم اللقطة دي، ادي الفليم مقلوب اوكي، وهنا شاف السكاي تحت، بص الشمس السماء تحت والشجرة هي اللي فوق وبقية الحاجات كلها والمباني كلها فوق. الله، ازاي السماء تبقى تحت وازاي الشجرة تبقى فوق؟ يبقى معنى كده ان الصورة دي inverted، الصورة دي مقلوبة. دي الاكتيفيتي اللي هو احنا ايه كنا شايفينها من شوية، اللي بتتكلم على ايه، تكوين الصورة من خلال النارو هولز. طيب تعالوا نشوف الاكتيفيتي بتاعة الشادو سريعا عشان يبقى خلصنا. ادي الراجل ده تمام، جايب سورس اوف لايت، جايب ايه، جايب كشاف او تورش سورس اوف لايت، وحاطط قدامه اوبيك بادي او اوبيك اوبجكت. وقلنا يعني ايه اوبيك بادي؟ يعني مش بيعدي اللايت اوكي. فمحط اللايت قدام الاوبيك اوبجكت، بدا يكون لنا اريا داركن، داركن اريا المنطقه السوداء اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها شادو. وبدا اما يقرب الاوبجكت من اللايت سورس، بص هو هنا الاوبجكت بعيد عن اللايت سورس فيديني شادو صغير صح؟ تعالوا نشوفها تاني عشان هو كان مستعجل شوية. بصوا يا شباب، نشتغل بقى يا عم، عيب. ثواني. طيب هو يعني الفيديو زعلان شوية، فيعني بما نشوفه لو مش عايز يشتغل ليه الصراحة. طيب مش مشكلة، يعني هي الفكرة كده بتاعت الشادو وصلت لكم عشان ما نطولش. لو أي حد فيكم محتاج أي أسئلة أو كومنتات يقول لي. بصوا يا شباب إحنا بن يعني هنعمل يعني ديل مع بعض، عايزكم تحلوا لي في الكومنتس كتير جدا. أي أسئلة تشوز كوريكت، أي حاجة تحلوها لي في الكومنتس. وطبعا هيبقى في بعد كده مراجعات معانا والكلام ده، بس بناء على الكومنتس لو لقيت أنتوا حالين كتير هنعمل، نطلع نعمل ريفيجن بقى على زوم أو على أي حاجة مثلا أونلاين، وبنحل كل الحاجات الصعبة اللي قابلتكم. ولو في أي حد مش فاهم بوينت يقول لي أوكي. ده لو لقيت كنتوا مهتمين وبتحلوا كويس، بتحلوا كتير، لأن الحل أهم كتير جدا من الشرح أوكي. تعالوا النهاردة نراجع كل اللي إحنا خدناه كده سريعا جدا عشان إيه، يبقى مقفلين دنيتنا. إحنا أول حاجة اتكلمنا على إيه يا شباب؟ اتكلمنا على اللي احنا عندنا اكتر من نوع من الانرجي، عندنا ساوند انرجي، الكتريك انرجي، ماجنتيك انرجي، بلس اللايت انرجي. عرفنا ان في حاجه اسمها فيزيبل انرجي، قلنا الفيزيبل انرجي ديت هي عباره عن ايه، ده اللايت انرجي ذات كان بي سين اللي بنقدر نشوفه. بعد كده دخلنا على السورس اوف لايت، عرفنا ان السورس اوف لايت هي السن والكاندلز والالكتريك لامبس والكيروسين لامب. بعد كده عرفنا ان المون نوت كونسيدر از سورس اوف لايت، لان هو بيعمل ايه، بيرفلكت السن لايت اللي بيقع عليه بس مش اكتر. اتكلمنا في البروبرتيز، خدنا اول بوينت في البروبرتيز اللي هي ترافلنج اوف لايت ان ستريت لاين. شفنا الاكتيفيتي، شفنا الاكتيفيتي دي واثبتت لنا الاكتيفيتي دي ان اللايت بتاعنا ترافل او بروباجيتس ان ستريت لاين. وعرفنا ان بسبب ان اللايت بيمشي في ستريت لاين حصلت فينومينا. ايه الفينومينا الاثنين اللي احنا هنتكلم عليهم دول؟ ان فورميشن اوف ايمج ثرو نارو هولز، بتتكون صوره خلال النارو هولز الصغيره دي زي ما قلنا الفتحه بتاعت الموبايل او اي دي او فوتوغرافيك كاميرا، فكره الفوتوغرافيك كاميرا او البين هول. ان الصوره بتطلع لنا مينيمايز صغيره وانفرتد مقلوبه، وبيجيبها كتير جدا في التشوز او الترو، يقول لك الصوره طلعت عامله ازاي، فانت تكتب له مينيمايز اند انفرتد. واثبتنا كده خلاص ان اللايت بتاعنا بيمشي ان ستريت لاين. بعد كده رحنا اتكلمنا على حاجه اسمها شادو، عرفنا يعني ايه ديفينيشن اوف شادو، تعريف الشادو ان الشادو ده داركنت اريا، منطقه مظلمه حصلت بسبب فولينج اوف لايت اون اوبيك اوبجكت. قلنا اوبيك اوبجكت زي ايدي، زي البوك، زي الكراسه اللي هو حاجه ما بتعديش الضوء. وعرفنا ان الاريا بتاعت الشادو بتتغير عن طريق ايه، تغيير ايه، عن طريق تغيير البوزيشن بتاع الاوبيك اوبجكت اوكي، او الاوبجكت بتاعي بالنسبه للسورس اوف لايت. اما يقرب تديني شادو كبير، اما يبعده عن بعض تديني شادو صغير. ده كانت الحكايه بتاعت النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير المره الجايه. كنت معاكم انا دكتور محمود العسيلي، قناه ساينس.